واش مازال لنا لي زونكيسمون. شكون هم لي زونكيسمون؟ اربع حاجات. شكون هم؟ خذيت قرض عاوني باش نخلص به المليار و200، والماكينه اللي باش نشريها يا اخي مش باش نتخلص منها هكا ولا؟ الو اي مشو اي كي نتخلص منها وقتاش؟ وانا نخدم بها ولا بعد ما يوفى المشروع؟ بعد ما يوفى المشروع. مالا لهنا نحكيو على فالور ريزيدوال. الفالور ريزيدوال بتاعنا تعرفوها قداش تجيني؟ تعرفوها ولا لا؟ باه اخرجاكم شوي. اشقار اشقار اي كز هل حد شيء على الفالور ريزيدوال؟ انا قريتها نول بك لما دي نسيت وين بالضبط. باه مسيو ذكرها نول اماوين. شنو ذكرها نول اماوين؟ مش باش نشوفو وين احنا تو مش في الدوسي اللي قبله مسيو. هاني رجعت باش نشوف انا voilà. هاي la valeur résiduelle à la fin du projet 5 ans est supposée nulle. شفتوها؟ اي مسيو اي مسيو واضحة يا جماعة؟ دونك مال الـ valeur résiduelle متاعي باش تكون زيرو. وين باش نكتبوا الزيرو هذا؟ آخر العام خانكيم ليني بالضبط في السانكيم كولون. سي بون يا جماعة؟ باه نجي ليكونومي دامبو تو. اش معنى ايكونومي دامبو؟ اش معنى ايكونومي دامبو؟ لحظة نتفكروها مسيو. باه هي الامورتيسمون في زيرو. لا 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 متفاهمين. لا هذيك كيفاش تحسبها؟ انس ما نخممش كيفاش نحسبها كها. حب كيفاش نحسب لكن هذا شنو هي قاعد نحسب انا تو مسيو. ما هو ما انت باش تزيد تصرف. ايوا دونك الامبو باش تولي اقل. دونك هذيك تسمى هاو هاو الفكره كيفاش تبداها انت يا اخي؟ الامبو ندفعوا على شنو؟ وين ممكن نربح؟ ممكن نربح كي نربح نخلص أداة. ثم واحد بطال ويخلص الأداة دق عليه خلص فلوس خلص اعطيوني ساعة باش نخلص. لمبو ندفعو كي نربح. باه والربح كيفاش تحسبو انت؟ ما هو المداخيل الا المصاريف. كي تكثر مصاريفك انت ارباحك تزيد ولا تقل؟ كي تكثر مصاريفك تقل ارباحي تقل. وكي تقل ارباحي اداءاتي تقل زاد. مالا لهنا في كل شر فما خير. ساعات واحد يقول لك والله انا نعدي حياتي كلها مريض، الاخر يقول لك تبقى تنقص في الذنوب على روحك. دونك انا ندفع في فلوس حاجه خايبه، لكن اخذ لها في السونس الاخر انه الفلوس اللي تدفع فيهم الدوله تقول لك هذا زوالي ما ربحش برشا دونك تنقص له في الاداءات. من هنا جات كلمه ايكونومي دامبو. باهي ليكونومي دامبو ما تصير كان على لي شارج سوبورتي بار لونتربريز. فما تلميذ يقول لي مسيو يا اخي مش هذوما دي كيسمون؟ دونك مادام فما ثلاثه فلوس تدفع فيهم ثلاثه حاجات تدفع فيهم الشركه دونك هذوما ثلاثه عليهم ايكونومي دامبو. نقولوا اسمع مليح، انا وقت اللي ناخذ قرض 650 مليون مش باش نرجع اكثر من 650 هكا ولا مثلا باش نرجع 700 ناخذ 650 نرجع 700. هل انه 700 كلها شارج؟ هل انه 700 كلها خسرتها انا؟ لا مش تم 600 نتاع الناس قاعده ترجع فيهم. انا رجعت ال 650 اللي انت مديتها لي وزدت عليها 50 مليون. ما لما عنديش ايكونومي دامبو على الامورتيسمون تاع القرض ما عنديش عليه ايكونومي دامبو هذايا على خاطر فلوس الناس ال 130 هذوما فلوس الناس قاعده ترجع فيهم. ما الايكونومي دامبو على شكون؟ على لي زانتيري. دونك عندنا هنا ايكونومي دامبو سور لي زانتيري. باه دونك اش قلنا؟ قلنا هذايا عليه ايكونومي دامبو هذا معليش رومبورسمون دو برينسيبال وقعدنا
الماكينة. الماكينة قداش تسوى؟ مليار وميتين. هل إنه مليار وميتين الكلها نحسبوها شارج نتاع عام واحد؟ لا. مش قلنا الماكينة باش يستعملوها خمسة سنين، دونك المصاريف نتاعها باش تتقسم على خمسة سنين. وبرشا مرات نعطيكم اكزامبل، كي نمشيو احنا الكلنا نخرج ونحوس ونتفرهدو وروحنا مأخر في الليل، هل معقولة خاطر انا الكبير وانا اللي خرجتكم ناكل تريحة وانتم تروحوا ترقدوا شيخينا كهوا؟ دي مادام تمتعنا الكل، دونك الكلنا ناكلوا طايح، دونك مادام الكلنا صرفنا، معناها الكلنا تمتعنا بك الماكينة هذيك دخلت لنا فلوس خاطر قاعدين نصنعوا ونبيعوا في البرودوي، دونك يلزم المصاريف نتاعها مليار و200 تتوزع زادة على الخمسة سنين نتاعنا. هذاك علاش مانيش باش نعملوا ايكونومي دامبو على الاي زيرو، اما باش نعملوا ليكونومي دامبو على لامورتيسمون دو بيان، و جو دي بيان لهنا لامورتيسمون دو بيان. باهي كيفاش نحسبوها ليكونومي دامبو كو سو سوا سور لامورتيسمون دو بيان؟ باهي باش يكون لو تو دامبوزيسيون اللي في الوضعيه نتاعنا هو 0.25 فوا كانك على لانتيري باش تضربوا فوا اي، وكانك على لامورتيسمون دو بيان باش تضربوا في لامورتيسمون. انا لامورتيسمون ماهوش 130 مليون، لا لامورتيسمون دو بيان يا جماعه، لامورتيسمون نتاع الماكينه يا جماعه. ماشي نحسبوها توا قداش لامورتيسمون نتاع الماكينه؟ مش هي اي زيرو سور ان، ومش الماكينه قال لك تعيش خمسة سنين، دونك باش يكون مليار و200 على خمس. قداش تجينا مليار و200 على خمسة كان حسبته؟ 240 مليون. هكا ولا؟ هاي الأولاد ليكونومي دامبو سور أمورتيسمون دو بيان يساوي 0.25. وي مش علاش حسبنا بالمليار و200 وحنا عندنا في التوتال ديزون في لي زونكيسمون عندنا الفي زيرو هي 650. ما فهمتش قالت تروحي اونس. عاود 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 اونس عاود عاود باللي قلها. قلت لكم اونس كان ما سمعتوهاش بالكدا، علاش خدم بالمليار و200 وانا عندي 650 مليون؟ هي عرفتها مش ديك مونطون دو لومبرا، اما هي مش احنا نخدموا في لي زون كيسمون باهي نستعملوا زيرو هذيك. باه شكون يجاوبها الاولاد؟ لازم نستعملوا الكود انفستيسمون باش نلقاو لامورتيسمون دو بيان، خاطر لامورتيسمون نتاع الماشين مش نتاع لومبرا. باش بينا ما نخدمنا في التابلو دو رامبورسمون خدمنا 650، ما خدمناش مال بالمليار و200. ما يبغى تابلو وحده اذا كنت تابلو نتاع لامورتيسمون وحده. اخسر حنتفقوا على حاجه مش معناها كيفاش يقولوا فيها الفكره ما تنجم تجاوب عليها الا ما تكون فيها فاش قاعد تعمل. احنا توا حكينا عن ديكيسمون، شنو هي الفلوس اللي صرفتهم؟ صرفت مليار و200 باش تشري الماكينه في الانستونتي على زيرو، متفقين الناس كل؟ وعلى خاطرني خذيت قرض قعدت نصرف كل عام من العام الاول للعام الخامس اون انويتي متكونه من امورتيسمون و انتيغي. هكا ولا؟ يظهر لي هذوما الموجودين ما عندناش فيهم قلق. باه توا السؤال اللي يطرح نفسه، شنية الحاجات اللي خذيتهم في المقابل؟ ما دفعت الفلوس هذوك اش خذيت في المقابل؟ يرحم والديها البنكة عاونتني على كالمليار وميتين واعطتني منهم 650 مليون، قالت لي برا شد حل جوانحك بهم، ما مدتهم لي دونك صبتهم لي في الحساب البنكي معناها قبضتهم. هكا ولا؟ والماكينه متاعي بعد ما نكمل نستعملها باش نتخلص منها. كيفاش نتخلص منها؟ باش نبيعها، لكن بزهري المقاود كي بعتها ما جابت لي حتى فرنك، وهذاك علاش كتبنا فالو ريزيديوال في العام الخامس صفر. سافا ايو شو المشكله الكبيره؟ والحقيقه اللي كنت نقول فيه ماهوش علم كبيره، توا باش يبدا العلم. هنا اللي قريناه السنه في الكاتريماني كي مخافنا تحلت شويه، قلنا يا جماعه راهو الفلوس الداخلة مش بالضرورة فلوس دخلت المكتوبك، حتى فلوس قلت لكم كنتوا باش تدفعوها وما دفعتوهاش تعتبر انكسمون. ودي ما نعطي الاكزامبل
انا ماشي باش نعمل قهوه دونك حاط في مخي باش نصرف 2000 فرنك. عرضني واحد فيكم هكا بمعزله حاب يخلص علي القهوه دونك انا كنت باش ندفع دينارين روحت للدار وما دفعت حتى فرنك. تعرفوا واش معناها؟ معناها عباره انا مديت القهوه جي 2000 وانت كل 2000 رجعتهم لي حطيتهم لي في مكتوبي دونك الفلوس اللي كنت باش نصرفهم ما صرفتهمش تعتبر انكسمو. واضح يا الاولاد؟ الاكزامبل الثاني ديما نعطيه، انا كنت نخلص في اداء 100 دينار كل عام يا سيدي، نهار اللي جبت صغير ما انا في باليش بالحكايه ما نعرفش جيستيون، هزيت ال 100 دينار للقابض كي العاده ومديت له الوريقه نتاعي نتاع الديكلاراسيون ومعاهم ال 100000 نتاع العاده، في بالي باش يعطيني روسي ونروح. سي القابض حك لي في وجهي وقال لي مبروك الصغير، قلت له بارك فيك، عرف خاطر عطيته مضمون اكيد به. وبعد ما قال لي مبروك الصغير وقلت له يبارك فيك رجع لي 10000. قلت له شنيا هذوما؟ قال لي على خاطرك كي جبت صغير مصاريفك كبرت، وكي مصاريفك كبرت الدوله نتاعك قالت لك خنعاونوا هالقليل هذايا على الاقل في حق الكوش، دونك رجعت لي الدوله من 100000 اللي انا نورمالمون ندفعها 10000. سميناها هذايا سميناها ايكونومي دامبو، فلوس كنت تصرف فيها كنت ندفع في 100 وليت ندفع في 90 كاو، معناها أنا توا فضلت 10000 ربحت 10000. واضح الفكرة لحتى توا؟ باهي. الإيكونومي دامبو ما تتحسب كان على لي شارج، كان على المصاريف الفعلية. شكون من المصاريف الفعلية؟ قلنا لي زنتيري، خاطر كي خذيت 650 مليون مانيش باش نرجع 650 مليون، كان تجمعوا التوتال نتاع هذوما الكل تلقاهم أكثر من 650. دونك انا هذوما الكل هما 650 ومعاهم انتيري، دونك الشارج بالنسبه لينا هي الانتيري، ومن هنا جاتنا ليكونومي دامبو سور لي زانتيري اللي هي 0.25 فوا الانتيري تاع كل عام وعام. نجي للثانيه تو، هل اي زيرو هذه هالماكينه اللي شريتها يا اخي مش امورتيسابل ومش لامورتيسمون سميناها سي اون بيرت دو فالور سي اون ديبريسياسيون دو لا فالور. شنية هالديبريسياسيون دو لا فالور هذي؟ سببها لوزاج الاستعمال، سببها لو بروغري تكنيك، مو هكا ولا لا؟ وكان نرجع نقول لكم شنية الديفينيسيون تاع لامورتيسمون، تقولوا لي سي اون شارج نون ديكيسابل، قاعد تصرف قاعد تخسر لكن ماكش قاعد تدفع في فلوس، مو هكا قلناها ولا لا؟ بما انك قاعد تصرف قاعد تخسر دونك عندي عليها ايكونومي دامبو. هل 240 هذه مش قلنا عندها زوز قواعد نخدموا بهم انت والاكزرسيس انت والكا؟ هذه النجم نسميها شارج نون ديكيساب كان انا نخدم في الكاف مثلا، ونسميها زادة شارج فيكس كان انا نخدم في الكوبارسيال، وفي الحالتين شارج وانا مش قلنا ليكونومي دامبو تحسب على لي شارج هيك شارج لما في اسمه معايا ولا اونز؟ اي معاك مشي. هكا 650 اللي انت قلتي علاش ما نخدمش عليها على خاطرها اونكيسمون، راهي 650 قبضتها فلوس تحطولك في مكاتبك سي بون يا اخي، تحط فلوس في مكتوبك وتزيد عليه ايكونومي دامبوتي، بالعكس كي تزيد فلوس في مكتوبك ارباحك تزيد وتدفع اكثر اداءات. احنا هنا نحكيو على الفلوس اللي نورمالمون تدفعهم للدوله والدوله قد تخليهم عندك سمح فيهم. اسكو سي كلير؟ ايه. دونك شعملنا احنا لهنا؟ حسبنا لامورتيسمون، حسبنا كل عام قديش ينخسر، اكل مليار وميتين ماكش تقسمها على خمس سنوات، كل عام قديش يتحمل، لقينا انه كل عام يتحمل 240 مليون. دونك الشركة كل عام تخسر كوم شارج فيكس ولا شارج نون ديكيسابل 240 مليون، معناها الريزولتا متاع الشركة متاعنا باش تنقص كل عام 240 مليون، وكي تنقص 240 مليون، دونك الأداءات باش تنقص بصفر فاصل 25 من 240 مليون. اسكو سي كلير؟ اي باش تجينا 60 مليون بيعه هذه، معناها انت عندك على جالك الماكينه هذيك واللي تخلي في مكتوبك 60 مليون كنت تدفع فيهم للدوله ما عادش تدفع فيهم. اسكو لامورتيسمون تتبدل من عام لعام؟ لا مش قلنا شارج فيكس؟ بتقعد معناه مش من الـ 60 مليون من الآن ولا من الزيرو؟ أنا في بالي من الزيرو الآن
صحيت وشنا حيراني أنا بالعاني قاعد نغلط فيكم بي؟ علاش سعمل الآن خاطر برشية بتاتر يقول لك علاش مش صفر خاطر أنا الرافل اللي خاطر المونتون الزيرو حسبوا بيك المونتون دونا هي هو صحيح لا لا صحيح هذاك أنا قلت لك قمارة لكن هو علاش الزيرو ما أحكر كان على الإي زيرو والبي زيرو مسيب جينا نستعمل في الماشين من العام لول في العام في الزيرو يخي أنا سمحني إزاكت يخي أنا كشريت الماكينة اليوم لا مرتسمو اليوم لا مرتسمو بعد عام يصير دونك في نهاية السنة الأولى ذاك علاش ما يكونش عندي ايكونومي دامبو في الزيرو اتفقنا ماكينة راهو الزيرو معناها او ديبي دو لا بروميير اني كي انا شاري ماكينة اليوم ولا مورتيسمون نتاعها يبدا يفكتر لي اليوم لا نكمل عام في الانفونتير قول انه فما ايكونومي دامبو ها توا باش نجي لاولاد للانتيري تعرف اش نعمل ولا لا في الانتيري تعرف اش نعمل ولا لا اي نضربوا لي بورسنتاج في الزيرو بالضبط باش نمشي لك السطير هذايا نتاع لانتيري هذا ونبدأ 71 و 500 في 0 25 57 و 200 في 0 25 72 و 40 و 900 في 0 25 وإحنا ماشي للي نلقى الإيكونومي دامبو بتاع العوامل الكل هذا بشي جيني 17 875 تقدوا بعد 17 بعد 14 اوكي راه ما تقوليش الفوقانيه كونستون دونك ثانيين كونستون زاد راهو خاطر لانتيري ديما مهما كان أي. طريقه خلاص القرض ديما يمشي وينقص علاش لانتيريز ديما يمشي وينقص خاطر المونطو اللي باش نخلصوه للبنك يمشي وينقص صح خاطر انا قاعد خاطر أنا... آه لا لا خاطر انا كل عام قاعد نرجع في تفتوف مو احنا عندنا كمثال التونسي اللي خالص خالص واحد ولا دونك انا كل عام قاعد نرجع في تفتوف بالحق زيد ثاب ليه 14 300 اي هاي به هاي ليه نسمع غلط سبحان الله طيب وش نعمل التوتال مليار و200 مع 650 قدش يجي 17 ليه مسيو 650 راحيت ونحسبه كان لون كيس موكه 650 60 مع 17 875 77 875 77 و 875 من بعد 74 74 و 300 في بالكم رقدنا لهنا احنا 70 و 75 اي بزيد نص ساعة اي فهمتك معنى انا في بالي هذوما باش نتابع السيونس اللي فاتت في بالي ما علينا مش مشكلة المهم فاهمين معناها مش مشكلة في الوقت راهو باه توا باش نعملوا نعملوا كيسمون مواد كيسمون صحيت يا الاولاد اماني نفضلكم راه برشا كلام دا يغلط وهو منطقي راه ديما في مخاخنا انه الفوقاني الا اللوطان لهنا راهو بالعكس راهو باش نعملوا توتال دي زون كيسمون الا توتال دي كيسمون راهو الكاف اللي فلو نيت هو الفرق قلنا اش قعد في القجار ديما ارجعوا لك الكلمه اللي قلناها البارح دونك شنية دخلت فلوس إلا قديش صرفت فلوس 650 إلا مليار و 200 إيش بش يعطين ستة مية وخمسين إلا 550 تعرفوها شنية الخمسة مية وخمسين تعرفوها شنية الخمسة مية وخمسين هذوكم لي فون بروبر الكاف هذوكم لي فون بروبر احنا مش عنا مليار و200 انفستيسمون كيفاش موتي في بالي في بالي يا ولدي اسمعوني يا ما احنا مش عنا مليار و200 قيمه الماكينه باش مولناه باش مولناها الماكينه باش مولناها بوتو فينانسمون ما تنساوش بوتو فينانسمون وببري سيسيون مونتاسيون كابيتال وبقرض هكا ولا القرض قداش من 650 650 اش قاعدوا لنا قعدونا لوتو فينانسمون والبري دو سيسيون والاوغمونتاسيون دو كابيتال احسبوهم الكل تلقاهم 550 سمعتوني ولا لا اي مسيو لو بروبر هذوما هما لي فون بروبر هذوما هما لي فون بروبر وهذوما لي ديت فينانسيير احنا مولنا الماكينه بجوز موارد تخيل كان ما خديتش قرض دولي تخيلوني انا 100%
par des fonds propres مش يكون هذا صفر اي نعمل صفر الا مليار و200 مش نلقى هذه الا مليار و200 خاطر المليار و200 الكل جبتهم من حر مال فهمتوا اي مش فهم. وتخيلوا خذيت قرض بمليار و200 انا جات هذه مليار و200 مش نعمل مليار و200 الا مليار و200 مش معناه صفر معناه داخل بصحه الابدان البنك خلصت عليه كل شيء دونك اللي باش نلقاه في الزيرو في لاني زيرو في الفلو نيت دو تريزوري هو لو فون بروبر كانوا صفر معناها 100% بار امبرون كانوا المبلغ الكل نتاع انت نتاع الاي زيرو معناها خلصتو 100% بار فون بروبر وكانوا اقل من مليار و200 معناها فينانسمون ميكست هذه الفينانسمون نتاعنا يا الاولاد ميكست مزيج ما بين موارد ذاتيه وديون اجنبيه سي بون مش آمين مش نعم مش ليلي جاوبت روحي سي بون إيش قولك مش ما تجيش كلها بمليار وميتين خاطر لازم شوي من عندك شوي من عند يعني ديت شكون اللي بشرت عليه هذا نشوف بالراسيو استنيني ساعة أنا لهنا أخذر دقيقة واحدة احنا رأينا الراسيو شفناه ورسبكتيناه ومرنا وزيرو سانك هذيك تفهمنا فيه لكن أنا باش نمشي معاك أبعد من هكي ما شفناش الراسيو جاني في الدوار قال لي راهو الشركة متاعنا باش تشري ماكينة وباش تخلصها باغ ويعطيك الفينانسمون الأول والثاني والثالث مثلا حتى احنا نجمو نوصلو حتى الأربعة راه يا إما 100% بار دي فون بروبر يا إما 100% بار دي زومبران يا إما ميكس يا إما بار ليزينغ ولا كريدي بال معايا؟ إيه أنا باش نعمل التابلو هذا كانهم أربعة هما الماكسيموم أربعة باش نعمل التابلو هذا أربع مرات ونختار اللي عنده أقل تكلفة مو هكا ولا لا؟ اي بعد ما لقيت اقل تكلفه ينجم يقول لي هو بالله بعد ما شفت ترى شوف لي اسكو كي الاختيار هذا صائب حسب الراسيو دونديتمون والا لا معناها انا لهنا شكون اللي باش يشرط عليا في نيت لا شكون اللي باش يحكم فيا البنك البنك قلت لي ما نعطيكش المبلغ الكل اما انا نحب ندفع عندي المبلغ الكل ونحب نخلص وشكون يحكم فيا حتى حد فهمت معناها الراسيو هذاك جينيرالمون نحسبوه في لون انا مثلا نحب نمشي ناخو انا تصورني توا تعبت من المشي والجاي نحب نقول اسمع نمشي للبنك نقول له اعطيني ناخو قرض بحذا الليسي وين نقرض نبي نشري دار وين وحده الليسي ما هو هكا ولا لا البنك تقول عالم ما نجمش نعطيك انا باش نشري دار 200 مليون دونك نسكت على روحي وكان البنك قالت لي نعطيك يرحم والديها دونك ناخو تو نخلص بالطبيعه بشويه بشويه فهمت اي با نكملوا توا من التوتال إلا 55 إلا 123 و 625 إلا 112 900 إلا 102 و 175 إلا 91 و 450 وإلا 80 725 شوف يعود إلا نجم نحطه بغانتيج يعني بيانسور بيانسور أبش حطها من بعد ما هو واحدة باش نعملها بالإلا واحدة بالبارونتيز دونك نعملوا إلا عدد وإلا مثلا إلا إكس وإلا الإكس نحطوا أنتر بارونتيز معايا؟ أيوه بربي اللي خدمت وانا ما تتبعونيش فيه كي تبدأ تخدموا في دوفوار حاولوا أما تخدموا بالكولون بالكولون خاطريتوا العدد هذا 123 625 مثلا من يحسبت وين عملت 77 و 875 إلا 201 و 500 خليه مكتوب في الكالكولاتيس وطول أضربه في الكويفيسيون داكتواليزاسيون ما تقعدش تعمل بالكولون وبعد بالليني ولا شنو وبعد تعاود تكتب مرة أخرى العدد ها دونك طول الفلوس هذو ما يا جماعة كيف تعمل لك دي كونتير اسئلة منشو لهني في المحل سؤال في الفلونات تريزوري نفس الحكايه معناها فما حتى اختلاف وفماش حاجه صحيحه وحاجه اصحره
انا البارونتيز يعوض للسينيموا، وقلت لكم برشا مرات علاش احنا في الجيسيون نستعملوا بارونتيز. خاطر الاورديناتور اللي نخدموا عليه باهلو كي تحط له سينيموا في بالو عملت بوسي نيميرو، في بالو برومي تيغي دوزيام تيغي. جرب انت امشي لاي تابلو اعمل موا واكتب مثلا موا 550، هو يفهمها انه تيري الاولاني كتبت 550. بور ايفيتي المشاكل نتاع الالينيومون وغيره نحطهم اونتر بارونتيز، والانجليزي يحطهم بين معقفي. حتى انتم تعملوا بروغراماسيون انتم جينيو يستعملوا الانجليز اكثر كالمعقفه، يقول لي ما الناس تعرفوا كان هو عاد. فهمتوا يا جماعه؟ معناها ما فماش حاجه اصح وحاجه حاجه صحيحه وحاجه اصح، الزوز صحاح، الزوز يعطيه نفس المعنى. اكل اربعه ما فما شكون يكتب اربعه هكا وفما شكون يكتب اربعه هكا، ولا الزوز صحاح. فما شكون يكتب واحد هكا وفما شكون يكتب واحد هكا، الزوز صحاح. واضح؟ نبداوش اسمع، ما نبداوش نصعبوا فيها على رواحنا. هاي نتعداو تو، وهذاك علاش قلت لكم هاني باش نخدم بها المزوز. انا هاني عملت سينيوموتا باش نعمل لهم اونتر بارونتيز تو. ان شاء الله برك ما تقوليش بك واحد عملتها بالمو واحده بالبارونتيز، راني نقصد اني نستعمل الزوز كيف كيف راهو. هاي لهنا باش نعمل 550 وتفهمنا باش نحطهم اونتر بارونتيز خاطر كيف كيف. هنزيد علينا نقول او. هاي تو الاولاد باش نعمل 123625 في 0.892857 سبعة. هذه تلقاوها 210 و379 ونحيو لاروندي. انا استنى اعطيني العدد كامل، ميساج كان حسب تعطيني العدد كامل 110 و379 ها 447 وبعد 7 ثم عدد ولا لا؟ هي قبلها 6، انا رديتها 7. باه باه 6 وبعد 6 اش فما؟ 446 6 بعدها. باه بلاي دقيقه سامحني، عاود لي 4 6 6 4 4 6 6 1 4 4 6 6 لا مش الواحد صحيح، حط 4 اوه هبلتني. باه باه عاود لي 4 4 6 6 ستة ستة. باه علاش انا حبيت نعمل هكا؟ خاطر باش نشوف اولا في العاده ما قال لي حتى شيريتوها الجمله هذه ماهيش موجوده تخيلوه. اسكو باش نكتب العدد هكايا؟ لا احنا نخدموا بالدينار، والدينار ثلاث اعداد بعد الفاصل. دونك عندي عدد اثنين ثلاث، لكن عدد الرابع اللي راه فيه ستة، وقلنا العدد الرابع من صفر الاربعة احسب روحك ما ريت شيء، لكن من خمسة التسعة إيش بش يصير له؟ بلس أن بش يولي بلس أن العدد الثالث. ما لكان جاي ما قال لي حد شيء بش نكتب فاصل. هاي بش نكتبها 110 397.447. مش شو سمحني ديك ما هيش 97 79 هذيك هذي 79 79 بش نبدلو بتبيعتي العدد بش نبدلو ماهيش مشكلة سبا باه. توا يا جماعه حط لي هالمعلومه هذه، قال لي قال لي اغونديغ. ايوه شنو هي كاسكو جو في اغونديغ؟ اغونديغ لي فلو نيت دو تريزوري اكтуаليزي. يا جماعه ما قالش لي فلو نيت دو تريزوري وسكت، خاطر كان قال لي فلو نيت دو تريزوري وسكت نحكيوا على السطر هذا راه. اما هو قال لك اكтуаليزي اي كيفاش؟ قال لي او دينار انفيريور. شو معناها او دينار انفيريور؟ معناها مهما كانت الفاصل يبداش يفاصل 999 نحن علينا الفواصل. صحيت عبارة مشيت للعطار قلت ما عندي صرف، واضح يا جماعة؟ دونك أنا ريتو الفاصل كالأربعة أربعة سبعة هذوكما نفسخوا ونكتب العدد بدون فواصل، والعدد اللي بدون فواصل باش يكون 110 379 ونحطها خطانتاز ولا أبنسينيوم. مش أكثر من 500 كيف كيف من نعمل. سمعتني قلت قلت حتى كان جيت فاصل 999 مزدت لها دزة وتولي هكا ما نحطش الفاصل ما نخزرلوش، خاطر قال لي او دينار انفيريور